السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ في محاضرة هيمودينامكس اند بلاد فلو. في الأول نتعرف على الفازو موتور سنتر. الفازو موتور سنتر موجود في البرين ستيم وديفايد ان تو بارتس، فازو كونستريكتور وفازو دايتر سنتر. الفازو كونستريكتور هو من اسمه بيعمل كونستريكشن في براد فيزل، فبيعمل ناروينج في الدايمتر، والدايليتور بيعمل دايتيشن في براد فيزل، لكن الاكتيف هو الفازو كونستريكتور سنتر. الفازو كونستريكتور هو الاكتيف، وهو ده اللي بيعمل لي كنترولنج الدايمتر والبراد فيزل عن طريق ميكانيزم اسمها الفازو موتور تون. ايه الفازو موتور تون؟ انا بيجي لي سيجنال من الفازو كونستريكتور سنتر، بيبقى يوصل يعمل ديلي في اللاترال هورن سيل بتاعت السباينال كورد من ثوراسيك سيجمنت 1 اب تو لامبر 3. من السباينال كورد سيجمنت السيجنالز جو تو ذا بلاد فيزلز اند كنترولينج ديامتر اوف بلاد فيزل. الميكانيزم بتاعت الفازو موتور تون والباثوي بتاعها اللي احنا قلناه من شويه، ميكانيزم مين اللي بيتحكم فيه؟ تو ريفلكس ميكانيزم. تمام. النورمال ليفل اوف ارتيريال سي او 2 ده بيعمل لي استيميشن للكيمو ريسبتور، وده بيعمل دايركتلي اند ريفلكسي استيميشن للفي سي، بينما النورمال ارتيريال بلاد بريشر عن طريق البارو ريسبتور بيعمل لي انهبيشن للفي سي. فهم اتنين مع بعضهم بيعملوا بالانس، وبالتالي بيتحكم لي في الدايمتر اوف بلاد فيزر وبيتحكم لي في البلاد فلو. دي سلايد موضح لنا الميكانيزم بتاعت الفاز موتور تون، واني عن طريق البلاد بريشر بيبقى مين لي ثرو البارو ريسبتور بيعمل لي انهبيشن، او عن طريق النورمال سي او 2 بريشر في الارتريز بيعمل لي استيميشن للبي سي سي. ايه بقى المقصود بالهيمودينامكس؟ الهيمودينامكس هو عباره عن ريليشن شيب بين ثلاث حاجات، بين البريشر وبين الريزيستنس اوف بلاد فيزلز اند فلو وذ ثرو اوت ذا كارديوفاسكولار سيستم. ده المقصود بالهيمودينامكس، العلاقة بين التلات ايتيمز دول اللي هو البريشر والريزيستنس والبلاد فلو. طب هو البلاد فلو بقى المقصود بيه اصلا ايه؟ قالوا لنا هو عبارة عن amount of blood passing at given time within the circulation. لما همسك جزء في ارتري معين نشوف كمية البلاد المعدية فيه خلال وقت معين، ده قصدنا بيها البلاد فلو. البلاد فلو بتتحكم فيها كذا equations، اكتر equation معروفة بنقول ان هي blood flow بتساوي pressure difference divide on the resistance. pressure difference قصدنا بيها difference between pressure في the start and the end of the arteries divide على resistance الموجودة. وده اكتر من equation واكتر من law عبر عنها، قالوا عليها ان هي Darlick's law او Ohm's law، اللي هي effective perfusion pressure divide on the resistance بيديني المعادله اللي بقدر بحسب بيها البلاد فلو. عشان كده قالوا لنا ان البلاد فلو دايركت بروبورشنال دايما مع البريشر ديفرنسز، لكنها انفرس بروبورشنال مع الريزيستنس عندنا. وكنا عارفين ان انا لو عايزه اقيس البلاد فلو اعرف هو نورمال او ديكريزنج بستخدم الايه الدوبلر فلوميتر عشان اقدر اعمل لها ايفالويشن. ايه اللي بيعمل كنترولنج البلاد فلو؟ الكنترولينج بلاد فلو بيعتمد على فكره اني ابقى ادي تيشو البلاد فلو اللي هي ريت ات ويتش بلاد فلو تو ذا تيشو تم يبقى النيد بتاعها في الوقت ده. يعني انا عندي اورجان معين محتاج في هذا الوقت مور بلاد فلو، المفروض الكنترول بلاد فلو تم يزود هالي. تم لا والله انا في وقت الريست مش عايزه الكميه الكتيره دي، المفروض يقلل هالي. فهو قال لك الريت البلاد فلو تو اتش تيشو تم از اولويز كنترولد عن طريق الايه اتس نيد ريليشن بتاعت النيد بتاعتها. يبقى انا مش هيبقى عندي كونستنت بلاد فلو مع كل الاورجان، لا ده انا بلاد فلو بعمل له ادجستمنت حسب النيد بتاعتي. وبالتالي قالوا لنا النيد ده اللي هي بقى ايه بقى؟ احتياج للاكسجين نيوترنت، ريموفال ويست برودكت، مينتيننج النورمال ليفل اوف ايونز، ترانسبورت ديفرنت سبستنسز، بس في الاخر انا هظبط البلاد فلو حسب النيد بتاعتنا. الميكانيزم الجنرال بتاعت اللوكال كنترول اوف بلاد فلو قسموها الى في لو انا عندي اندر بيزل كونديشن او اندر اكتيفيتي.
لو انا في البيزا كونديشن انا في ريستنج كونديشن، طب ايه اللي هيتحكم لي في البلد فلو؟ قالوا ان هو بيتحكم فيها، المفروض عندنا بيكون في ريجوليت عندنا تم مينتين البلد فلو عندي ان هو اوفر رينج اوف لارج رينج اوف ارتيريال بريشر عندنا من 50 او 60 لغايه 170، وده سموه اوتو ريجيشن عندنا. يعني انا عندي مفيش اكتيفيتي زاد ولا حاجه، لكن انا بتحكم في بلد فلو اوتو. يعني ايه اوتو؟ يعني كل اورجان بيتحكم في الفلو اللي هو محتاجه هذا الاورجان، زي ما هنلاقي بعد كده ان مثلا اورجان زي الكيدني هي في الريستنج تمام، لكنها محتاجه مور بلاد فلو. اورجان زي الهارت زي البرين تمام، فهو ايفن هو في الريست لكن هو بيحتاج ان هو يزود بلاد فلو بتاعته تمام، يبقى ده بيزوده ذاتيا. وقالوا على الكنترول بتاعه ده اسمه اوتو اند ريجوليشن تمام. والرول بتاعها مين لي انشورنج البلاد فلو كونستانت اوفر وايد رينج اوف بلاد بريشر. يعني انا ممكن اكون ريستنج لكن البريشر بتاعي في الارتري عالي او قل، انا كاورجان مش دعوه، انا هاخد نفس البلاد فلو اللي انا محتاجه تمام. بس لازم يكون عندك البريشر بتاعك عالي او قل، خلي الرينج احنا قلنا من شويه اللي هو 50 لغايه 170. يعني انا اقل من كده او اعلى من كده الفلو هتاثر عندي. لكن الميكانيزم الثاني بقى اللي هي ازود البلاد فلو تمام، لو انا عندي زودت بقى الاكتيفيتي عندنا، ودي بتحكم فيها ميكانيزم ثانيه خالص تمام، اسمها عندي ان هم ميتابوليك عندي ريجوليشن. يبقى انا لو انا اندر بيزا كونديشن ما عنديش اكتيفيتي زياده ولا حاجه، هيتحكم لك في بلاد فلو اللي هنسميه اوتو ريجوليشن. لكن لو انا عندي بعمل اكتيفيتي زياده وانا عندي اوفر اكتيفيتي هزود بلاد فلو، الميكانيزم متحكمه فيها اسمها ميتابوليك عندي ريجوليشن. هندخل في موضوع الاوتو ريجوليشن عندنا. الاوتو ريجوليشن المقصود بيها ايه؟ قال لك لما البريشر السادنلي انكريز الارتري بتاعي بيحصل له دايلاتيشن زي ما كلنا عارفين باسيفلي، لان الهاي بريشر بيعمل لي تمام بريشر على الولف ذا ارتري فبيعمل لي باسيف عند دايلاتيشن اوف ارتري، فبالتالي البلاد فلو بيحصل له ايميديتلي رايز. لكن انا مش محتاج كل البلاد فلو ده، يبقى انا هعمل ميكانيزم تاني ارجع الفلو اللي عالي مره واحده مني ارجعه للنورمال ده تمام. يبقى انا اهو لما البريشر عندك بيحصل له صدر انكريزنج، الارتري دايلاتيشن عندنا باسيفلي والبلاد فلو عندك بيكتر، لكن وذين امنت ذا اكتيفيتي ذا فيزل عندي بيحصل له كونستراكشن جديد ويرجع البلاد فلو عندك تو ذا نورمال ليفل تمام. والعكس صحيح، لو انا عندي بلاد فلو قل تمام كصادني الارتري تمام كام ده هيبقى فيه ناروينج وبلاد فلو بيقل، يبقى انا عايزه بقى الضغط يقل والفلو قليل، هعمل ميكانيزم ثانيه ارجعه للنورمال. عندنا اللي بيتحكم في الاوتو اتنين ميكانيزم كبار، واحده اسمها مايوجينيك ميكانيزم والثانيه عندنا اسمها فازو دايليتنج ميتابوليك ميكانيزم. يعني ايه مايوجينيك ميكانيزم؟ مايو معناها مصل، وبالتالي هي ميكانيزم مين اللي بيقوم بيها المصل الموجوده في الارتري في جدار الارت نفسها، السموث مصل الموجوده في الارتري. هو بيقول لنا لو الارتري بريشر عندنا زادت البلاد فلو هيحصل انكريز، لكن بيرجع فيدباك تاني للنورمال ليفل تمام عن طريق الميكانيزم. احنا الرسمه الجايه ممكن تم تقول لنا ازاي البلاد فلو لما يكتر تمام المايوجينيك اللي هي مفروض الميكانيزم اللي جاي من المصل اللي سموث مصل موجوده في الارتري ترجعه تاني للنورمال ازاي. هناخد ده في الرسمه الجايه. هو بيقول لنا اهو زودنا البلاد بريشر وبالتالي عمل لي تمام ستريتشنج في السموث مصل الموجوده في الارتري تمام. ستريتشنج ده عمل لي اوبننج اوف ستريتش اكتيفيتد شانل، الشانل دي بالتالي بتعمل لي انفلكس صوديوم وكالسيوم وتعمل لي عندنا ديبولاريزيشن. الانفلكس ده عمل لي اكتيفيشن لفولتج جيتد كالسيوم شانل، وكالسيوم شانل الشانل دي ادت الى كالسيوم انفلكس. الكالسيوم انفلكس عندنا هيجي على سموث ماسل موجوده في الارتريز ويعملها عندي كونستريكشن. او طريقه ثانيه انكيس بشر عندنا بيعمل لي حاجه اسمها تم بيعمل لي اكتيفيشن تمام لريسبتور اكسترا سيلولار عندنا اسمه انتجرين. الانتجرين ده لما بيتنشط بيروح يعمل زياده في الكالسيوم انترنج، وبالتالي نفس الكلام برضو هيؤدي الى فازو عندنا كونستكشن. الميكانيزم الثانيه اللي قالوا عليها ان لما زودنا البلاد بريشر وبلاد فلو ادى الى ووشنج عندي انكريز الفلو، ده ادى الى ووشنج عندك للكيميكال عندي نهو اللي بتعمل لي عندي دايليتيشن تمام. عملنا لوكال دايليوشن او ووشنج للكيميكال اديته سبستنس عندنا، لما الكيميكال دي اللي كانت موصله على الارتري انا عملت لها ووشنج تركيزها قل، لما تركيزها قل عندنا يحصل العكس ويحصل لي عندي فازوكونستريكشن عندنا. وبالتالي التو ميكانيزم او الثري ميكانيزم اللي ورا بعضهم دول هيؤدوا الى انك انت البريشر عندك زاد، لكن في الاخر عملت ميكانيزم البريشر زاد ده ادى الى
ارتيريا عندنا كونسكشن عندنا، والبلاد فلو رجع تاني للنورمال بعد ما كده زاد عندنا، تمام. وعشان كده بنقول ان الاورجا بيظبط البلاد فلو بتاعه اوتو ذاتيا، هو بيحاول ان هو يرجعه بعد ما كان عالي هيرجعه تاني للايه للنورمال ليفل عندنا. المتحكم مينلي اما يكون ان انا بفتح عندي الكالسيوم شانل، وبالتالي الكالسيوم يدخل فالكالسيوم يعمل لي كونتراكشن في الاسموس ماسل اوف ذا ارتريس فيعمل عندنا كونتراكشن عندنا، او ان انا هعمل ووشنج زي ما قلنا مع بعض للكيميكال بتعمل دايلاتيشن فالارتري الواسع ده هيرجع تاني ايه هيبقى يحصل عندنا كونستريكشن فالبلاد فلو يرجع للنورمال ليفل. الميكانيزم الثانيه اسمها ميتابوليك ميكانيزم. ميتابوليك ميكانيزم بنقول ان هي بتبقى بتتحكم في حاجتين اثناء الاكسرسايز او اثناء الرياكتيف هايبريم. اثناء الاكسرسايز بيحصل فيه ايه؟ المفروض عندنا كنا عارفين اثناء الاكسرسايز او اثناء اوفر اكتيفيتي، تمام، كم ده اكسرسايز او في اكتيفيتي في الاورجان زياده، تمام، بيزود لنا الكيميكال سبستانس اللي هي الناتجه اثناء الاكتيفيتي في الاورجان دي عندنا، اللي هي بتعمل لي احنا كنا عارفين الكيميكال دي بتعمل لي عندنا فازو عندنا دايليتيشن. تمام، فيزيتيشن ده ميزته ايه؟ انك انت بتوسع الفيزل اللي في هذا المكان. طب اوسعه ليه؟ لان عندي تراكم، عندي قلنا كيميكال الديتو سبستانس عندنا، فتراكمه ده بيؤدي الى داتيش عندنا عشان نجيب مور بلاد فلو. البلاد فلو ده هدفه يعمل لي ووشنج هذه الكيميكال ويجيب لك مور ايه؟ مور عندي اكسجين نيوترنت لهذه الاريا. طب ده ميزته ايه بقى؟ ليه لوكالي؟ لان انا ممكن الاقي في اورجان معين في هذا الوقت هو بيعمل مور اكتيفيتي، على الاذر سايدز هتلاقي اورجان ثاني بيعمل ليس اكتيفيتي. يبقى انا عايزه اعمل شيفتنج بلاد من المنطقه اللي فيها ليس اكتيفيتيز المنطقه اللي فيها مور اكتيفيتي. هعمل هذا الكلام ازاي؟ المنطقه اللي فيها مور اكتيفيتي هيطلع عندها كيميكال، عندي دايليتور، عندنا سبستانسز توسع الارتري، فبلاد فلو يبقى شيفتنج من المنطقه كانها ريستنج المنطقه مور اكتيف اريا عندنا. وده بيحصل عندنا كتير جدا، انك انت مثلا بتحرك ايد معينه تلاقي في ايد ده بدا حصل فيها تمام انكيس بلاد فلو بتاعها، تمام، كم ده عشان ان هي عندها كيميكال عندنا كتير. وده بيدخلنا في حاجه اسمها اكتيف هايبريميا. اكتيف هايبريميا معناها ايه؟ ان الاورجان ده بي اكتيف، تمام، بيعمل مور اكتيفيتي، حصل عنده اكميشن اوف ذا كيميكال دايليتور، الكيميكال دي اد الى داتيشن في البلاد فيزل فعمل لي مور بلاد فلو. وده لو احنا شغلنا اي حاجة بايد واحدة هتلاقي الايد دي بعد شوية بدأت تحصل فيها ريدنس وورمينج، وده نسميه اسمه اكتف هايبريميا. طب احنا جينا حاجة تانية اسمها رياكتف هايبريميا، ان انا لو جيت في ارتري معين وعملت له اكلوجن تيمبرولي جاست قفلته مؤقتا، ممكن اقفله حصل قفله بثرومبس او اقفله بليجيتشر معين انا قفلت بيه، تمام، وبعدين عملت ريموفال هذا الاكلوجن عندنا، تمام، هيحصل ايه؟ اثناء ما انا قافل الفيزل ده حصل فيه نفس فكره تراكم عندي الكيميكال دايليتور سبستانس عندنا. لما اشيل الاكلوجن الكيميكال دي موسعه الفيزل يروح البلاد فلو يجي بكميه كتيره جدا، تمام، في هذا الارتري فيزود لي البلاد فلو، ونسمي ده اسمه رياكتيف هايبريميا. هايبريميا ان كيز بلاد فلو نتيجه الرياكشن اللي عملته ان انا عملت اكلوجن تيمبر للفيزل عندنا. يبقى في حاجه اسمها اكتيف هايبريميا بتحصل عندي، تمام، ان كيز بلاد فلو نتيجه الاكتيفيتي، لكن في حاجه ثانيه اسمها رياكتيف هايبريميا ده بيحصل لما يكون عندي تيمبر اكلوجن اند ذن ريموف ذس اكلوجن عندنا. ايه هما الكيميكال دايتور اللي هما مسؤولين عن هذا الكلام؟ هما مجموعه كبيره جدا من الكيميكال، لكن هما قالوا اشهرهم واهمهم الادينوزين. ودلوقتي بالفعل بداوا الاتجاهات كلها تقول ان انا الادينوزين ده ممكن اخده واستخدمه كدايتور بقى للبادز، لكن هو ده واحد من اشهر المواد اللي بتطلع اثناء الاكتيفيتي وتعمل داتيشن في الارتريز، الادينوزين، البوتاسيوم، الهايبر كابنيا، اللوكال هايبوكسيا، الانجانيك فوسفيت، الهايبر اوزمولاريتي، اللاكتيك اسيد، كل هذه المواد بس اعتبرها عندنا دي دايتور سبستانسز، لكن اشهرهم واهمهم الادينوزين، وده ذا موست بوتنت، تمام، وده لاحظوا دوره مهم في الهارت وفي السكيت مثلا عندنا والبرين، وقالوا هو مسؤول عن البوتنت داتيشن اللي بيحصل في ايه في هذه الاريا. طيب الناس قسموا الكلاسيفيكيشن اوف ذا بلاد فلو كنترول الى تو كاتيجوري، لونج تيرم واكيوت كنترول. تمام، الاكيوت كنترول اللي هو بيكون فيه فيري رابيد كنترولنج البلاد فلو، تمام، الكلام ده وده رابيد كنترول يرجعه بيحاول ان هو يعمل لي كنترولنج ومتين البلاد فلو للنورمال ليفل.
بينما لونج تيرم هي اسلو طبعا كنترول في البلاد فلو عندنا وده طبعا من اسمه الاكيوت هيبقى within seconds او minutes، لكن ده بياخد لونج تايم، بياخد عندي about days or weeks. قالوا الميكانيزم بتاعت الاكيوت مينلي بتحكم فيها اللوكال عندنا فاز دايلاتيشن عندنا او كسر عندنا هنا هون في ارتري اند بريكبل سفنكتر، لكن هنا اللونج تيرم متحكم فيها مين دي السايز والنمبر اوف بلاد فيزل، ان انا عشان الفتره الطويله دي بتديني تشانس ان انا ازود اما عدد الفيزل الموجود عندي او ازود حجمها، بقى مش هوسعها وضيقها، لا ده انا هزود الحجم بتاعها نفسه السايز بتاعها والنمبر بتاعها. الافيشنس بتاعتهم دايما الاكيوت بيبقى حاجه بارشال كنترولنج، لكن ده تاني بيبقى بيتر او مور افيشنت كنترول. طب ايه الحاجات التانيه بتاثر لي على التون اوف بلاد فيزل اند بلاد فلو؟ طيب ايه الاذر فاكتورز ممكن تاثر لي على ولاحظوها بتاثر على البلاد فيزلز تون وعلى البلاد فلو؟ مقسمينها الى في حاجه اسمها انترنسك ريفلكسز نيرفس ريفلكسز انترنسك ريفلكسز. تمام انترنسك ريفلكسز ان ذا بودي زي الارتيريا بلاد بريشر، احنا عارفين كلنا لو حصل انكريزنج الارتيريا بلاد بريشر تمام كام ده بيزود لي عندي البلاد فلو، والانكريز البلاد بريشر كلنا عارفين ان بيشتغل عن طريق ريفلكس ميكانيزم ان هو بيحفز لي البار ريسبتور. تمام البريشر لما بيعلى بيحفز لي البار ريسبتور الموجود في الاورتيك ارشكوت الساينس، والبار ريسبتور بيبعت لي سيجنال زي ما احنا عارفين للفي سي سي. تمام السيجنال دي بتبقى دايما انهبيتور سيجنال، فالضغط لما بيعلى بتلاقي انك انت بيحصل لي عندك دايما بازو عندنا دايلتيشن، عشان كده بنقول ان هو علاقه انفيرس بين الارتيريا بريشر عندنا مع الكونفرسيشن ميكانيزم اللي بيحصل عندك في الانهبيشن في البي سي سي بيحصل عندك بازو دايلتيشن عندنا. طيب يبقى اول ميكانيزم عن طريق الارتيريا بلاد بريشر نفسها، ودي بتشتغل ريفلكس ميكانيزم عن طريق البار ريسبتورز. البريشر لما بيعلى بيستميت البار ريسبتور موجود في اورتيك ارشكوت الساينس، البار ريسبتور سيندنج سيجنال تو بي سي سي تعملها انهبيشن، ان هو بيحاول يعمل كوريكت ذا بروبلم، هو عنده ضغط عالي فبيحاول يعمله كوريكشن ويعمل لك انهبيشن في البي سي سي، فالبي سي سي تبطل تبعت سيجنال للارتري عشان تعملها نارنج، فالفيزل توسع والضغط العالي ده الجسم يحاول بقدر الامكان يعمل له كوريكشن ويعمل له ريتيرن للنورمال ليفر عندي. طب لو انا عندي بريشر بقى في الاتريوم هو اللي زاد، تمام الرايت اتريوم عندنا بريشر عندنا انكريز او ديكريز، قالوا الرايت اتريوم في ريسبتور اسمها اتريال عندنا استيتش ريسبتور بتحفز برضه، لكن لقيوا ان الاتري عندنا ريسبتور لما بتعملها عندي استيميليشن اول تايم تبعت لي سيجنال عن طريق الفيجاس نيرف بتروح للبي سي سي وتعمل لي دايما لي استيميليشن، تمام بتعملك عندي فازو عندنا كونستكشن. وقالوا الغريب في الموضوع ان البريشر في الاتريوم سواء انكريز او ديكريز الاثنين مع بعضهم ده او ده تمام بيعمل لي سيجنالز من الرايت اتريوم ريسبتور يروح يعمل تحفيز للفي سي سي تمام ويعمل لي فازو عندنا كونستريكشن. واللي قال هذا الكلام اول حد اتكلم فيه ميك داوز، فسموه اسمه ميك داوز ريفلكس، ده عالم مشهور بهذا الريفلكس ان هو اول حد اثبت ان البريشر في الاتريوم either increase or decrease في الحالتين بيبعت لي سيجنال من الريسبتور من الاتريوم ريسبتور ويعمل لي تحفيز للفي سي سي ويعمل لي عندي فازو كونستريكشن. الميكانيزم الثانية اللي هي موجودة عندنا اللي هي increasing of pressure of CO2 وهيدروجين في الارتريال تم بلاد او decreasing pressure of oxygen عندنا. طبعا كنا عارفين اللي بيحس بالبريشر في CO2 والاكسجين والهيدروجين الكلمتين دول بيحس بيهم ريسبتور اسمها كيمو ريسبتور، كنا عارفين ان هو دول سمول بادز موجوده اوتسايد اورتيك ارش اند كوت الساينس. الريسبتور دي اول ما تتحفز تحفز بايه؟ تحفز عندنا انكريز CO2 وهيدروجين او ديكريز الاكسجين ليفل، ديكريز الاكسجين عن 100 او ديكريز CO2 في الارتري عن 40 تم بيؤدي الى تحفيز للكيمو ريسبتور الموجوده في الاورتيك ارش اند كوت الساينس، ودي بتبعت لي سيجنال تعمل لي بيها فازو كونستكشن عندنا. يبقى انا بالانترنسك خلي بالنا فاكتور في اتنين بيعملوا عندي كونستكشن اللي هم بتوع الرايت اتريوم وبتوع الكيمو ريسبتور تمام، والاثنين دول بنقول اسمهم بريسور ريسبتورز لان هم بيعملوا مور بلاد بريشر انكريزنج تمام، فيزود لي بريشر عندنا زود الفلو عندنا. بينما الارتيريا بريشر والبار ريسبتور دول دايما بيبعتوا سيجنالز لو ضغطك عالي سيجنال تعمل انهبيشن في في سي سي، عشان كده سموهم اسمهم ديبريسور ريسبتور عندنا.
طيب الاكسترنسك ريفلكسز زي احنا الانترنسك كانت الريفلكسز جايه من الكارديوفاسكولار سيستم ريسبتور، لكن الاكسترنسك دي ريسبتور جايه من اذر سايد زي الريسبيراتوري سيستم. احنا بنلاحظ ان واحد فينا لو خد عندي انسبيريشن، هل يا ترى البلاد بريشر تمام والبلاد فلو هيكتر ولا ايه؟ ليه؟ ان ديورنج انسبيريشن البلاد بريشر عندي بيعلى 4-6 ميركري، وكونه يعلى معناها ان بعت لي سيجنالز تمام، السيجنالز دي عملت لي مور فازو عندنا كونستريكشن تمام. السيجنالز دي جايه عندك منين؟ جايه عندنا من ديورنج انسبيريشن انا بزود البلاد فلو رايح للرايت اتريم، فرايت اتريم بتشارك بسيجنالز تمام. ديورنج عندنا انسبيريشن عندنا بيبعت سيجنالز من الاراي نفسها، الاراي وول فيها ريسبتورز. حاجه ثالثه ديورنج انسبيريشن في سيجنال تيجي من سنتر اوف انسبيريشن نفسه، يبقى اما من سنتر اوف انسبيريشن او الالبلر وول او الرايت اتريم ريسبتور. الثري سيجنالز دول مع بعضهم بيبعتوا اشاره للفي سي سي الفازو كونستريكتور سنتر تعمله عندي ستيميوليشن، فبالتالي تزود لك البلاد بريشر عندنا. يبقى احنا هنلاحظ كويس ان احنا لو خدنا انسبيريشن في الشخص النورمال عادي جدا بيحصل له انكيز عندنا بلاد بريشر، لان الفي سي سي بيحصل له ستيميوليشن ب 3 سيجنالز من 3 سايتس اللي هم الرايت اتريوم اللي هم الالفلر وول ريسبتورز اللي هم السنتر اوف انسبيريشن. ايه الاذر امبلسز افكتنج على في سي سي وافكتنج على البريشر والبلاد فلو؟ تمام، قالوا لنا السنتر من الهاير سنتر. ايه هم الهاير سنتر؟ قصدهم بيهم اللي السنتر اباف الفي سي سي. الفي سي مكانه فين؟ في مظله اوبلونجيتا، يبقى كل في ايه ده اسمهم اباف سنتر. زي اشهرهم اكتر مكانين مهمين عندنا السيبرا كورتكس والهايبوثالامس. السيبرا كورتكس ممكن تزود او ممكن تقلل، يعني ممكن يكون ليها دور انكريزنج بريشر وانكريزنج بلاد فلو او ديكريزنج عندنا. تمام، زي بيقولوا لنا المودريت ايموشن ان جنرالي بتعمل الفيشن عندي في البلد بريشر، لانها بتبعت لي سيجنالز من السيبرا كورتكس بتعمل لي استيميليت للفي سي سي. بينما السيفير ايموشن في بعض الاشخاص بتعمل لي سيجنالز بتعمل لي انهبيشن في الفي سي سي. انهبيشن في الفي سي سي معناها بريشر عندك الارتر يوسع مش عندك بيقل عندنا، وده اللي بيحذروا منه ان انا السيفير ايموشن في بعض الاشخاص ممكن تدخل لي سبريشن في الفي سي سي وتدخلني لواحد يحصل له دروبنج في بريشر عندنا، وده بيبقى دينجرس بالنسبه لي. قالوا لنا الماسك اكسرسايز ديورينج ات وانا بلعبها بالفعل بيبقى السيجنالز عندك من السيجنال عندنا من السيبرال كورتكس تروح تعمل لي استميت عندنا في سي سي وترفع لي براد برش، وعشان كده لما نلاقي برش عندنا قايله اثناء اكسرسايز اه بيعلى اثناءها لكن بعدها بيحصل يرجع تاني للنورمال ليفل عندنا. طب الحاجه الرابعه المينتال اكتيفيتي، المينتال ورك اللي بيبقى عنده مينتال ورك زياده تمام، بيبقى برضه الكورتكس بيشارك ان يبعت لي سيجنال في سي سي ويعملها عندي استميشن عندنا في انكيز عندنا البراد برش عندي. يبقى الكورتكس مشاركه تمام بان هي افكتنج على الفي سي سي وافكتنج على البلاد بريشر اند البلاد فلو. تمام، هنفتكر مع بعض المودريت ايموشن بتزود تمام، السيفير بتقلل البلاد بريشر عندنا، المينتال اكتيفيتي والاكسرسايز بتزود البلاد بريشر عندي. الهايبوثالامس، الهايبوثالامس بتعمل مالتي رولز. احنا بالنسبه لنا هنا كدورها ايه في البلاد بريشر اند ايه اند بلاد فلو. الهايبوثالامس فيها انتيرو نيوكلاس في هايبوثالامس وستيرو نيوكلاس في هايبوثالامس. الانتيرو نيوكلاس ان جنرال بتبعت لي سيجنال تعمل لي سبريشن اللي احنا شايفينه في الرسمه معانا للفي سي سي، بينما الستيرو نيوكلاس سيجنال بتعمل لي اسمش عندنا في سي سي. طب هو امتى تحفز انتيرو نيوكلاس في حاله ايه وايه؟ احنا مجمعينهم مع بعضين. اللي بيحفزك انتيرو نيوكلاس اللي هو انترن هيعمل لي انيميشن في في سي سي زي اكسبيراتو هوت ويذر تمام، كان ده البارا سيستم عندي او سفير ايموشن. يعني انا الجو عندي حر جدا ممكن واحد البشره بتاعته البشره بتاعته ووتي جدا. طب ووتي جدا ليه؟ ابدا اللي هو التعرض للهوت ويذر بيحفز لي عندي الانتيرو نيوكلاس في هايبوثالامس ويتش انترن انهبت الفي سي سي تمام. نفس الكلام سفير ايموشن عندنا عن طريق الهايبوثالامس وقلناها قبل كده عن طريق الايه الكورتكس عندنا. بينما لو حفزت بالسير نيوكلس تمام بتحفز لي عندي الفي سي سي وتعمل هايبرتنش. طب زي في حاله ايه بقى؟ لو تعرضت للكولد ويذر او عندي حفزنا عندنا سيستم اوف ايه سيستم عندنا اوف سيمباثيك. طب الكولد ويذر بيعمل هذا كم؟ ايوه ممكن تلاقي في الكولد ويذر شخص حصل له هايبرتنشن زياده ان هو الكولد نفسه بعت سيجنال للهايبوثالامس بالسير نيوكلس وحفز عندك الفي سي سي،
وعشان كده تلاحظ انك انت ممكن جدا في الكولد ويذر تلاقي العيان بيعوز جرعه اكتر من ادويه الضغط لو هو بياخد علاج الضغط، لان هو في فاكتور تاني زود الضغط عندنا اللي هو التعرض للكولد ويذر عندي. تعال ناخد مع بعض السيجنالز من اذر ايريز ممكن تاثر على البي سي سي وتاثر لي على البريشر اند بلاد فلو. في حاجه اسمها لوفنز ريفلكس. لوفنز ريفلكس بيقول ايه؟ انا عندي لو جيت اي بارت في جسمي اي اورجن عملت له مور اكتيفيتي، تمام، الاورجن ده المور في مور اكتيفيتي بيحصل له عندي اكميشن اوف ميتابولايتس. هذه الميتابولايتس الموجوده تمام بتبعت لي سيجنال تمام تروح تعمل لك ايه، تحفز لي الفاز موتور سنتر. التغريبه بقى لما بتحفز سنتر بتروح تعمل لي اتنين ريسبونس عكس بعض، تروح تيجي للاورجن اللي هو كان فيه اكتيفيتي تعمل فيه عندنا فاز دايلاتيشن، بينما تيجي للاورجن اللي هو كان فيه ريستنج اللي هو جنبه بقى مش بيعمل اكتيفيتي ولا حاجه تعمله عندي فاز كونستراكشن عندنا. يعني في الاخر هي عايز تعمل ايه؟ يعني هي عايز تعمل لي بلاد ريديستريبيوشن، يعني هتجيب البلاد معنى اصح من اورجن الريست اللي عملت له عندي كونستراكشن اهو تمام وتوديه للاورجن الاكتيف اللي انا عملت له عندي ايه دايلاتيشن. الكلام ده بيحصل عن طريق ريفلكس اكشن، عشان كده لوفنز عارف يثبته ريفلكسلي ان هو في عندنا اورجان عمل مور اكتيفيتي، لما عمل مور اكتيفيتي حصل عنده اكميشن اوف ميتابولايتس، هذه الميتابولايتس عندنا لما حصل لها اكيوميليشن ادت الى تحفيز الفاز موتور سنتر، وراح ده عمل اثنين ريسبونسز مختلفين، ريسبونس سيجنال راحت للاكتيف اورجان عملت له عندنا تش عندنا وريسبونس لريستنج اورجان عملت له عندي كونستكشن عندي. هدفك من هذا الكلام ايه؟ انك تزود البلاد فلو الاكتيف اورجن على حساب الايه ريستنج اورجن عندنا. ثاني حاجه في الاذر سيستم البين بينفل عندي استيميلا. قال الواحد فينا اتعرض لبين ممكن ضغطه يعلى او يقل ديبند اون على درجه البين نفسها. لو انا عندي تمام البين ده كان مايلد او مودريت دايما بيكون بيحفز الفي سي سي ممكن يعمل لي معاه انكيز عندنا البريشر اند بلاد فلو. بينما السيفير بين ليه سبريسر افكت، يعني بيعملك انهبيت البي سي عندنا ويحصل عندك ديكيزنج البابش عندنا اند ايه اند باتر. طب الفيزرال ستيمولاي فيزرا لو في سترونج هيفي بلو للبرتونيوم او اللارنكس او تيستس اي منطقه من هذه المناطق اللي فيها سنسيف اريز بعتبرها بتبعت لي سيجنال انهبيت البي سي سي وتقلل عندي البريشر اند بلاد فلو. ده الكلام جنرال على كنترول اوف بلاد فلو ان جنرال تاني، لكن ده مش هيخلينا نقول ان ده اللي شغال في جسمك كله بس، لكن احنا عندنا حاجه تانية اسمها كنترولنج بلاد فلو سبيسيفيك اورجان معينه. يعني في عندي بلاد فلو كنترولنج للرينال تمام، يبقى انا لما اتكلم على البلاد فلو تمام هقول الجنرال ميكانيزم اللي احنا قلناها مع بعض اللي هو بتحصل عندي ازاي وكده والفاكتور افكتنج عليها، وبكابتدي امسك بقى اورجان اورجان اتكلم عنه سبيسيفيك عندنا. ايه اللي بيتحكم في بلاد فلو عندك؟ في الرينال بلاد فلو تمام، ايه بيتحكم عندك في السيريبرال بلاد فلو، الكورنر بلاد فلو، بالمونري بلاد فلو. كل واحد من دول ليه ميكانيزمز اضافيه عنده غير اللي احنا قلناها قبل كده، اضافيه عنده خاصه بهذا الاورجان عندنا، مفروض ان انا ابقى عارفها لان هي دي تحكم لي بلاد فلو في هذا الاورجان عندنا، وده مفروض تمام. يبقى انا كده بلورت وجمعت كل بلاد فلو اللي بيحصل وايه الميكانيزم بتاعته الكنترول بتاعته عندنا تمام. السلام عليكم.